بالنسبة لكورونا ومتحوراتها، هل هتأثر على الدراسة في الفترة الجاية؟ احنا طبعا القرار الاول والاخير في هذا للجنه العليا لاداره الازمه، وبرضو الناس بتتسابق على هذا النوع من الاشاعات كل يوم، يمثل ده استنزاف. عارفه تكرار الحاجات دي مره يعني بيرهق الجميع الحقيقه. يعني يا جماعه، ما دام ما قلناش حاجه تبقى كل حاجه في ميعادها، يا لا نستبق الاحداث، لان في ناس تقعد تعمل فيديوهات، دول هيلغوا الترم الثاني، دول هيطولوا اجازه نص سنه، دول في ناس هيعملوا قالت امتحانات من البيت. هتلغي الترم التاني، وفي ناس قالت الدراسة تتأجل، ما هو مع ان الامتحانات شغالة. يعني يا ريت نسال اللي بيقول كده الكلام ده جايبه منين؟ نفسي أسأل. احنا بتسالونا بس طب ليه ما بنسالش اللي بيقول الاشاعه؟ خبر الخبر ده جايبه منين؟ على اساس ايه يعني؟ ايه مرجعيتك؟ يعني الحقيقه انا بقول لحضرتك انا لا اعلم الاجابه على هذا السؤال. اللي يعرف الاجابه اللجنه العليا في ضوء، وحضرتك طبعا مدركه هذا، في ضوء الظروف اللي بتتغير كل يوم. فاحنا مفروض يعني نبقى هدفنا استمرار الدراسه، وهدفنا تكتمل على خير عشان ولادنا، لان اللي فقدوه بسبب كورونا صعب تعويضه يا جماعه، اللي بيتفقد في السنين الاولى صعب جدا. يعني الحقيقه فمش مفروض يبقى الهدف دايما التقليل والتخفيف ونكسر السنه. طب ما هو ده على حساب مين؟ يعني احنا اللي بنقدم الخدمه مفروض يعني هيبقى اريح لو قفلنا يعني، بس احنا عاوزين نكمل لمصلحه الولاد. لو احنا حريصين كلنا على التعليم وعلى الولاد، يعني تبقى اخر حاجه نقولها هي دي، مش اول حاجه كانها حاجه نفسنا فيها يعني، لا طبعا ده على حساب الولاد بشده. اشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور طارق شوقي، وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني. ما فيش تاجيل الدراسه بسبب كورونا، ما فيش الغاء للترم الثاني بسبب كورونا. كل ما يقال وما يشاع عن مسابقه ال 30,000 معلم اشاعات. طب بمناسبه انه حضرتك معانا والامتحانات شغاله، المفروض انها كانت تابلت، رجعت بقت ورقي، ايه اللي حصل؟ حصلش حاجه خالص. احنا طبعا خدنا وقت كبير قوي في الموضوع ده يا فندم. لا يوجد موضوع التابلت والورقي، ده قرار خاص بالوزاره لا يعني الطالب في اي شيء على الاطلاق. دي وسيله اداء امتحان، احنا بنعوده على اسئله جديده، وقلنا كده التطوير في ثانوي هو في السؤال. السؤال المتعدد الاختيارات متهيألي لو احنا عملنا كليك على الشاشه او علامه صح على ورقه، الفرق منعدم بالنسبه للطالب. يعني الطالب كل همه يرد على السؤال، فهو مش فارقه معاه خالص. التابلت تهمنا احنا في اداره الامتحان نفسه، يعني هل نطبع ورق ولا لا، احنا عاوزين ما يحصلش تسريب او ما يحصلش غش وهكذا. كمان امتحانات اولى وثانيه ثانوي امتحانات مش قوميه، يعني امتحانات على مستوى المدرسه. لما بنعمل امتحان الكتروني بيبقى نظرا لصعوبات فنيه بيبقى امتحان قومي. لما بيبقى امتحان قومي بيثير حاله من الهلع مش مطلوبه خالص في سنه نقل، ملهاش اي مغزى. يعني يهمنا ان هم يشوفوا الاسئله الجديده، ما تفرقش معانا خالص موضوع يستخدموا التابلت ولا لا، الا في حاجات زي ما قلت لحضرتك تهم الوزاره في اداء الامتحانات. فده وهنستعمل التابلت بعد كده بعد ما يرجعوا اجازه نص سنه ندربهم عليها برضو وكل حاجه. انما يعني فكره الامتحان ورقي ولا الكتروني دي مش قضيه محتاجه لا تدريب ولا تحضير خاص خالص، طالب بيذاكر ان كان شكل الامتحان بيحله. الحاجه الثانيه ان الامتحانات الموحده الالكترونيه بيجيش ليها ناس كتيرة جدا على مواقع الغش الإلكتروني، وده كنا عاوزين نفسده برضه. ولما الامتحان لما يبقى على مستوى المدرسة ما بيحصلش فيه هذا النوع من التجيش، لأن اللي يهمنا أكتر إن الولاد تحضر في هدوء وتمتحن وتعرف مستواها، وده اتحقق فعلا. حضرتك شايفة الهدوء اللي ماشية بيه الامتحانات، لم يكن ليحدث هذا لو كان امتحان قومي وغش، وكنا هنسمع بقى ساعتها ولادنا وبتغش. هو مبدأ تكافؤ الفرص مثلا مش موجود خالص في أولى وثانية ثانوي، عشان إحنا بنلخبط الألفاظ كده على بعض تطلع كلها في جمل واحده. اصل الحق وتكافؤ، مفيش تكافؤ فرص الا في الثانويه العامه، حيث انها شهاده يتنافس اللي بيخلصوها على مقاعد في الجامعه. انما في اولى وثانيه ثانوي ما بنتكلمش على تكافؤ فرص ولا على ورقي ولا الكتروني خالص. بنتكلم على تدريب الولاد على نوع الاسئله الجديده عشان يعرفوا يحضروا لها في طريقهم للثانويه العامه.
كتاب كتير كتبوا من غير حقيقة إدراك للفكرة. التابلت يا جماعة جاية علشان نتيح لكل طالب الفقير والغني والقادر وغير القادر نفس الفرصة في الاطلاع على محتوى رقمي متاح للجميع. كنا قلقانين على اللي ما عندوش أكسس للإنترنت، نتيح له ده. فالدولة مشكورة بتصرف كل الفلوس دي لإتاحة محتوى. عشان إيه؟ عشان نتعلم. وبنتعلم ليه؟ علشان نحل هذه الأسئلة المرتبطة بالفهم. فإحنا وفرنا الكتب الحكومية، وفرنا منصات أخرى، فالتابلت هي المصدر التعليمي في المقام الأول. في كتاب كبار الحقيقة كتبوا ما انتوا كده ما عملتوش الامتحان الإلكتروني يبقى أهدرتوا فلوس التابلت. لا كلام ده مش مظبوط خالص خالص. ده احنا اللي اخترعنا الامتحان الالكتروني، يعني بيدوا المحاضره للي اخترع الامتحان اصلا. يعني احنا اللي قلنا الفكره دي، الفكره دي مش مطبقه. التابلت جايه علشان المحتوى، وتظل في الاول وفي الاخر وسيله دراسيه، وفتحناها للطلبه ومتاحه في الامتحان بكل، مش بس بالكتاب، ده مش اوبن بوك، لا ده مصادر مفتوحة، يعني بنك المعرفة مفتوح، المنصات مفتوحة، الكتب مفتوحة، القواميس، كل حاجة. فكل الحكاية ان احنا عاوزينهم يهتموا بالتعلم فقط. شغل الناس بقضايا توحي او تحاول طول الوقت تشكك في الوزارة وبتاع، لا، لو عاوزين نعمله الكتروني هنعمله، بس احنا مش شايفين ده مناسب في المرحلة دي في التوقيت ده. في مارس هنغير ده عشان عايزينهم يتدربوا عليها، بس ساعتها هنعمله من غير درجات عشان ما يبقاش الغش هو اللي هيكسب الجولة. أي. خبر تاني بس يعني عن التربية والتعليم، من كام يوم قلنا انه هيكون في مسابقة عن 30,000 معلم، علشان على مدار 5 سنين كل سنة في 30,000 واحد، وكان معانا الدكتور محمد معيط وزير المالية وقال انه في تعليمات من سيادة الرئيس انه هيكون في ميزانية مطلوبة للتعيين او لاستجلاب هؤلاء المعلمين 30,000 واحد كل 5 يعني كل سنة، يعني على مدار 5 سنين. قلت له وقتها مين أكتر واحد هيتبسط؟ أكيد دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لأن المشكلة عنده دائما كانت مشكلة مالية. من يوميها والإشاعات شغالة على هذه المسابقة وعلى شروط هذه المسابقة وعلى كيفية التعيين، ولدرجة أن الدكتور طارق الشوقي طلع من شوية على صفحته وقال أنه قال إيه؟ دكتور طارق معنا شخصيا. طب جميل قوي، معنا على تليفون دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. مصير حضرتك مع الاشاعات كبير قوي، قدرك صعب شويه. يعني هو منظومه التعليم جواها يمكن 25 مليون من ولادنا مع العائلاتهم بيمثلوا يمكن 3/4 المجتمع ان كانش اكتر، يعني بالمهتمين بالاولاد. كل اسره مصريه عندها حد عند حضرتك. فيعني يمكن الإشاعات بتجد جمهور كبير الحقيقة قدامها، وده اللي بيشجعها. فإحنا بس حاولنا نوضح إنه يعني زي ما قلنا قبل كده كان قرار السيد الرئيس هنا قرار تاريخي فعلا، بيحل مشكلة مزمنة متراكمة من سنين وكلنا عارفينها، وأثرت على كليات التربية وخريجيها، وأثرت على جودة التعليم، وبالتالي جاء الوقت ان احنا نحلها، وبنشكره جدا جدا على ده طبعا، والدكتور معيط والدكتورة هالة السعيد ودولة رئيس الوزراء اللي هو معانا في كل ده. فيعني الموضوع بياخد إجراءات كثيرة جدا لانتقال من موضوع تكليف وموازنة إلى خطوات عملية، وإحنا عشان نقطع الطريق على الإشاعات واستغلال الناس كمان والتلاعب، قلنا إن إحنا هنعلن من وقت ما السيد الرئيس أعلن قراره، هناخد 6 لـ 8 أسابيع للإعلان عن التفاصيل. ليه محتاجين الوقت ده؟ لأنه المسألة مش بالبساطة اللي بعض الناس متخيلها. إحنا بنحاول نحل عجز حقيقي وعندنا تفاصيله زي ما قلنا على مستوى كل محافظة وكل إدارة وكل مدرسة، وفي خطة لشغل حاجات بعينها في أماكن معينة. يعني كل محافظة لها نصيب من هذا العدد،
فهي مش مسابقة كده مفتوحة 30 ألف في أي حاجة كلنا نقدم فيها. التفاصيل دي لسه بنشتغل عليها مش لوحدنا، معنا التنظيم والإدارة، ومعنا طبعا وزارة المالية، ومعنا وزارة التخطيط، ومعنا يعني أجهزة كتير. فده محتاج 6 أسابيع. اللي بيحصل دلوقتي وحاولنا نوضحه للناس، هو في ناس بتستغل اهتمام السادة المعلمين ومن يريد العمل في هذه الوظائف، وبيبيعوا لهم بقى شهادات ويقولوا لهم ادي اللي هيطلبوه منكم عشان هم يروحوا يدفعوا لهم فلوس وهكذا. فحاولنا الحقيقة نقول لهم مفيش حاجة من دي لها اي اساس، وبعض الجرائد اللي لها اسم يعني نشرت الكلام ده، فكان لازم نطلع نقول لا دي اجتهادات واشاعات وليس لها اي اساس، ومش هن يعني مش محتاجين نفكر في الموضوع. هو احنا بعد 6 أسابيع يعني على الاسبوع الثاني من مارس هنعلن اي حاجة قبل كده غير رسمية وغير صحيحة. طب الناس اللي كانت قدمت قبل كده في مسابقة 60 ألف و120 ألف ايا كان الارقام، الناس اللي قدموا دول يقدموا تاني ولا هيحصل ايه؟ لا، لما تعلن التفاصيل يا فندم، المطلوب شروط المطلوبة إذا انطبقت على حد من اللي كان حاطط اسمه في 120 مش هيضطر يعملها تاني، ده أكيد. إنما الفرص متساوية لدى الجميع، ولا يتميز مجموعة عن أخرى وليس لمجموعة حق فوق الآخرين.